الكتاب مسرحية أماديوس موزار وبالإنجليزية أماديوس موزارت، قصة لبيتر شافر من أشهر ما صدر عن حياة الموسيقار النمساوي العبقري وولفغانغ أماديوس موزار، نشرت منذ 1979 بطبعات عديدة في حوالي 200 صفحة. نوع القصة من كوميديا الموسيقى الأوبرالية، مسرحية معاصرة تختلط فيها المأساة بالملهات، موضوعها الغيرة الفنية التي تؤدي إلى مآسي إنسانية في عالم الإبداع. جعل فيها البناء والحوار أساساً للمسرح، حيث عرضت أكثر من 1000 مرة ثم اقتبست للسينما. حكاية حدثت في النصف الثاني من القرن 18، موضوعها خفايا موت الفنان العالمي موزار على يد موسيقار القصر الملكي أنطونيو سالييري. فما مدى صحة هذه النظرية؟ هل صحيح أن الموسيقار الإيطالي الكبير قائد أوركسترا بيلاتي ملكية هابسبورغ أنطونيو سالييري هو فعلا قاتل موزار بالسم؟ Man was Salieri. Salieri? Salieri. I don't believe it. All the same. Could it be possible? Did Salieri do it after all? Did he murder Amadeus? استلهم الكاتب بيتر شافر هذه الرؤية من أمير الشعراء الروسيين الروائي والمسرحي ألكسندر بوشكين، الذي ألف مسرحية قصيرة بعنوان موزارت أند سالييري عام 1830. I had never read the little one-hour play called Mozart and Salieri by Pushkin. But it had always been in my consciousness that there was that extraordinary story. And being absolutely obsessed by the music of Mozart. وتحدثت إحدى السير الذاتية للفنان عن نزهة جمعت موزار بزوجته كونستانس، اعترف لها قائلا: أشعر أنني لن أعيش طويلا، فأنا على يقين من أنهم قد دسوا لي السم. كان سالييري يعتبر أن موزار منافسا عبقريا لا يمكن أن يجاريه أحد، وقصة حسده لم تكن خافية. أما موزار كان لا يكتم ازدراءه لموسيقي البيلات. وبعد موت موزار صرح ابنه كارل الذي كان يدرس على يد سالييري قائلا: سالييري لم يقتل أبي، لكنه نجح في تسميم حياته بالمؤامرات والدسائس. بطل القصة الموسيقار النمساوي العالمي الكبير وولفغانغ أماديوس موزار، ولد في 27 من جانفي سنة 1756 في سالزبورغ وعاش في فيينا. مؤلف موسيقي يعتبر من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية. توفي عن عمر 35 عاما بسبب الحمى والتهاب الحلق كما جاء رسميا. ولد في عائلة فنية فأتقن العزف بحرفية عالية. والده هو الموسيقار الكبير ليوبولد موزار، كان مفوضا لإدارة الأوركسترا في سالزبورغ، معلم وخبير. والدته هي أنا ماريا، وشقيقته الكبرى ماريا أنا هي ملحنة وعازفة متميزة. الطفل النابغة لم يتعلم في حياته من أبيه سوى الموسيقى، حيث نجح في إنتاج 626 عمل موسيقي، منها 22 عمل في الأوبرا و41 سمفونية. ألف أول كونشيرتو موسيقي عندما كان عمره 4 سنوات، كتب أول سمفونية وأصبح قائداً للأوركسترا وعمره 7 سنوات. منذ ذلك الوقت اشتهر في كامل أوروبا ولقب بالطفل المعجزة، وقابل الملوك وكبار الموسيقيين. منذ صغره كان يمكنه تذكر تكويناً كورالياً كاملاً سمعه لمرة واحدة وإعادته على مقام آخر. وصل إلى قمة الإبداع، وأصبحت مؤلفاته تمثل قواعد الموسيقى الكلاسيكية. I reached what I wanted, and I remember the day when I did. It was the day when I realized that. الكاتب بيتر شافر
هو مؤلف وناقد وسيناريست إنجليزي، ولد بليفربول في 15 مايو 1926، عاش 90 عاما، ومات بإيرلندا في 6 جوان 2016. اشتهر بالكوميديا السوداء، كتب بنفسه سيناريو الفيلم السينمائي المقتبس عن مسرحيته أماديوس، وحصل على عديد الجوائز الأدبية في إنجلترا وأمريكا. And the winner is Peter Shaffer for Amadeus. My great pleasure is that Mozart has now reached millions and millions of people who had not heard him before. Thank you very much. فيلم صنف ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما، أخرجه ميلوش فورمان سنة 1984. قام بدور مزاغ الممثل الأمريكي توم هالس، وقدم دور أنطونيو سالييري الممثل الأمريكي من أصل سوري إف موراي أبراهام. ذات ليلة شتاء باردة يصرخ الموسيقار العجوز الإيطالي الشهير أنطونيو سالييري معترفا بقتل زميله أماديوس موزاغ. حاول الانتحار بقطع شرايينه فنقلوه إلى ملجأ نفسي، حيث يطلب منه الأب فوغلاغ الاعتراف للتخفيف من عذاب الضمير، فيبدأ سالييري في سرد القصة على شكل فلاش باك، يعترف أن موزاغ كان مثله الأعلى. فعندما كان سالييري صغيرا يلعب مع الأطفال، كان موزاغ يعزف للملوك والأباطرة في كامل أوروبا. سبب غيرته هو والد موزاغ السيد ليوبولد الذي صنع له مجده المبكر، بينما والد سالييري لم يقدر حب ابنه للموسيقى. ابتهل لله طالبا منحه الموهبة على أن يكون مثالا للفضيلة، وبموت والده انطلقت مسيرته الفنية حتى أصبح موسيقار القصر في عهد الإمبراطور جوزيف الثاني. كان سالييري سعيدا بنجاحه إلى أن جاء موزاغ إلى فيينا. قرر الإمبراطور جوزيف تنظيم حفل على شرف استقبال موزاغ، وهي أول مواجهة بين الرجلين. أعد سالييري لحنا على شرف استقبال موزاغ، حاول الملك عزفها له بنفسه، والمفاجأة موزاغ أعاد أمامهم هذا اللحن بشكل أدهش الحاضرين. Does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This? Yes. Better? What do you think? كلف الإمبراطور موزاغ بتأليف أوبرا جديدة بالألمانية رغم تحفظ مستشاريه في القصر، وقدم موزاغ أوبرا لونليفمون دي سيغاي برؤية فنية جديدة وإبداع عالي الجودة لم يسبقه إليه أحد. Thank you.
ghastly scales of big jewels whizzing up and down like fireworks at a fairground. تولد الكراهية للغير حينما تولد الكراهية للنفس. كانت عبقرية مزاغ الفذة تبهر سالييري، لكن تؤلمه وتخيفه وتثير فيه حسدا قاتلا، فهو يحدث نفسه بأنه الأحق بهذه العبقرية. فلماذا حرمه الله منها؟ الفنانة الكبيرة كافالييري التي أحبها سالييري، لماذا تحب مزاغ رغم أنه لا يهتم بشعورها؟ ولماذا يختار الله مزاغ ليعلمه درسا في التواضع؟ No, you can't take him away now. This is his night. Won't you introduce us, Wolfgang? Excuse us, Fräulein. Good night, Signore. At that moment I knew, beyond any doubt, he'd had her. هنا أصبحت الأفكار العنيفة تراود عقل سالييري. For the first time in my life, I began to know really violent thoughts. قرر الملك أن يوظف مزاغ لتدريس ابنة أخته الأميرة إليزابيث، وكان مزاغ وقتها في أمس الحاجة لتلك الوظيفة، لكن سالييري أقنع الملك بالتخلي عنه. My concern is to protect you from any hint of favoritism. Favoritism. حاولت كونستانس إقناع سالييري بمساعدتهم دون جدوى، وأطلعته على النسخ الأصلية من مؤلفات مزاغ. وهنا اكتشف سالييري أن هذه الموهبة الموسيقية هي معجزة ربانية نادراً ما تحدث، لكنه حاول ابتزازها بهدف إهانتها لأنها لجأت إليه. Were first and only drafts of music. But they showed no corrections of any kind. Not one. He had simply written down music already finished in his head. نضل مزاغ من أجل الحصول على وظيفة تناسب مكانته، واشتغل في المسرح الكوميدي حتى سقط مغشياً عليه. حمله سالييري الذي كان يتواجد متخفياً في كل عروضه، فأعداء المبدعين هم أولئك المتابعين لهم في الخفاء باهتمام شديد. يضع سالييري آخر خطته للقضاء على مزاغ، خدعه بأن يجعله يجهد نفسه حتى الموت في كتابة موسيقى جنائزية في ظرف مستحيل، فقد كان يتمنى أن يفتك منه مجده وعمره وموهبته. وهكذا توفي مزاغ، وشاء القدر أنه تم تشييعه في جنازة بسيطة في يوم بارد في الخامس من ديسمبر عام 1791. الفيلم عبارة عن تحفة فنية متكاملة، فقد فاز بأربعين جائزة عالمية استحقها، منها ثمانية أوسكار وأربعة بافتا، أربعة جولدن جلوب وسيزار. There's only one thing that's missing for me tonight, and that is to have Tom Hulce standing by my side.